وللمزيد بشأن المتابعة الخاصة بالجهود المصرية لاحتواء الأزمة معنا عبر الهاتف السيد العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، بعد تحية متابعة واضحة ومستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر، وذلك منذ بداية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي. كيف تقرأ سيد العزب هذه الجهود المصرية المتواصلة في احتواء هذه الأزمة باعتبار هذه القضية هي قضية أمن قومي مصري؟ يعني أتفق معك فيما يتعلق بأن ما يجري في فلسطين يتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، ومن هنا يأتي التحرك المصري الراهن على مستوى الرئاسة المصرية ومؤسسة السيد عبد الفتاح السيسي، الذي أجرى بالأمس سلسلة اتصالات مع قادة دول عربية وأجنبية، ثم في تحركات واتصالات وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أجرى سلسلة من الاتصالات مع عدد كبير من وزراء الخارجية من الشرق والغرب، وبالتالي كل ذلك يصب في اتجاه هو محاولة فرض معادلة الاستقرار على الحدود الشرقية لمصر. نعم. ومن ثم لأن كما نرى الآن الحدود الشرقية اشتعلت، والحدود الجنوبية لمصر مشتعلة منذ 16 في السودان، ثم الحدود الغربية مشتعلة أيضا مشتعلة في ليبيا، ومن ذلك ومن ثم تحرص مصر على أن تجعل كل حدودها مستقرة أمنة حتى يتم التركيز على مشروعها النهضوي في هذه المرحلة. ورأينا الاتصالات التي جرت تسعى إلى المصارعة بوقف إطلاق النار، ثم التمهيد لإجراء مفاوضات سياسية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا إلى المحددات التي اتفق عليها الجميع في الإقليم العربي وفي العالم فيما يتعلق بحل هذه الأزمة القائمة على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. نعم. لكن المعضلة تكمن أين؟ تكمن في هذا الطرف المعتدي على الشعب الفلسطيني، الذي لا يقيم وزنا لا لجهود مصرية ولا لجهود دولية ولا لجهود إقليمية. ورأينا نتنياهو اليوم يتوعد الشعب الفلسطيني. أستاذ العزب طيب طاهر، يعني سؤالي لحضرتك أيضا عن أنه دائما ما يشدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يكون هناك استمرار في الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف، منع المزيد من التصعيد، حقن الدماء، ضبط النفس، ذلك انعكس بشكل واضح على أرض الواقع في اتصالات وزير الخارجية الفورية. برأيك كيف ترى هذا الدور المصري، ليس الآن ولكن هو دور مصري تاريخي إزاء القضية الفلسطينية، وظهر مؤخرا أيضا بعد التصعيد الأخير؟ لاحظ أنه منذ أول حرب شنها الكيان الصهيوني على غزة في 2008-2009، ثم الحروب المتتالية وآخرها كان في مايو الماضي، وكانت حروب أيضا مستعرة، فدخلت مصر بقوة للتوصل إلى تهدئة واتفاق يقضي بوقف إطلاق النار لمصلحة الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى. هذا جانب. الجانب الآخر أن الجهد المصري الآن منصب الآن على محاولة التواصل مع الطرفين الفلسطيني من ناحية والطرف الصهيوني من ناحية أخرى، بتركيز وتكثيف للإسراع بعقد للإسراع بتنظيم وقف إطلاق النار لوقف هذا التدهور الحاد والسريع في الأوضاع الفلسطينية، كما رأينا بالأمس وكما رأينا اليوم، ومن خلال يعني الفلسطينيين قاموا بعملية هي حق مشروع للدفاع القسم كما قال الرئيس محمود أبو مازن، ولكن الصهاينة قاموا بردود فعل انتقامية عبر شن العديد ولكن من وبالتأكيد إزاء ذلك هناك دائما حرص مصري على وجود تهدئة بين الجانبين، وذلك وقفا لهذا التصعيد وحقنا للدماء. أشكرك شكرا جزيلا السيد العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، شكرا جزيلا لك.